هجوم حاد من المعارضة على الحكومة، بلطجية ضربوا شرطتنا. المحكمة تخطئ الشرطة في رفض طلب بالودان. أرسل الحوالات المالية من خلال تطبيقنا بسهولة وسرعة. حمل تطبيقنا الآن. Western Union. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر. في من أبو كاس هواية طيب. من ستوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي. المعارضة اليمينية تشن هجوما حادا على الحكومة في البرلمان اليوم. السبب الاضطرابات التي شهدتها بعض المناطق السويدية خلال عطلة الفصح بعد إقدام اليمين المتطرف راسموس بالودان على حرق نسخ من المصحف. أحزاب المعارضة اعتبرت الاحتجاجات التي تطورت إلى أعمال عنف هجوما على السويد من قبل من أسمتهم بلطجية ومتطرفين إسلاميين، فشلت الحكومة في ردعهم على حد تعبيرها. البرلمان عقد اليوم جلسة مناقشة بمبادرة من حزب ديمقراطي السويد أسدي حول الاضطرابات، وتعرض وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون لانتقادات حادة من أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطي السويد التي اعتبرته مسؤولا عما حدث، في حين شدد يوهانسون على ضرورة إجراء تحقيق مستقل. المتحدث باسم أسدي توبياس أندرسون قال إن السويد تعرضت لهجوم ليس فقط ضد شرطتها، بل ضد حرية التعبير والقيم وطريقة السويديين في الحياة. وفي تفاعلات اضطرابات عطلة الفصح أيضا، خلصت المحكمة الإدارية اليوم إلى أن الشرطة أخطأت في رفض طلب اليمين المتطرف راسموس بالودان عقد تجمع عام في بوروس في 29 من أبريل الماضي. المحكمة أيدت الشرطة في الوقت نفسه برفضها تجمعات بالودان في ضواحي توبوري خلال فبراير، وكان بالودان تقدم بطلب للحصول على إذن في مناطق عدة بينها بوروس، فرفضت الشرطة منحه الإذن بالتجمع بعد تقييم المخاطر، في حين قالت المحكمة الإدارية إن أسباب الشرطة لرفض طلب لم تكن كافية، وأدت استفزازات بالودان بحرق نسخ من المصحف إلى احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شرطي بجروح. خبير في الشرطة يقول إن السويد أصبحت مركزاً لتهريب المخدرات على نطاق واسع. تيد إسبلوند من وحدة الاستخبارات التابعة لإدارة العمليات الوطنية وصف السويد بأنها بلد عبور، حيث يتم تهريب كميات كبيرة من المخدرات لبيعها داخل البلد وإرسال بعضها إلى النرويج وفنلندا، مشيرا أيضا إلى حالات من تهريب الأدوية المخدرة عبر البريد إلى أستراليا والولايات المتحدة. إسبلوند الذي عمل العامين الماضيين على فك المحادثات المشفرة بين أفراد العصابات لفت إلى وجود هيكل تنظيمي واضح داخل الشبكات الإجرامية، ومع ذلك عبر إسبلوند عن تفاؤله بعد صدور أحكام بالسجن فترات طويلة على عدد كبير من المجرمين البارزين في العصابات خلال السنوات الأخيرة. وزير الطاقة خاشيار فارمانباري يحذر من أسعار مرتفعة للكهرباء والغاز والوقود في السويد الشتاء المقبل مع استمرار الحرب في أوكرانيا. الوزير دعا السويديين إلى تغيير نظام التدفئة في بعض البيوت وتقنين استهلاك الطاقة بدل توسيع الشرفة أو الحمام هذا الصيف، معتبرا أن تقنين استهلاك الطاقة أحد الأسلحة ضد محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعزعة استقرار السوق الأوروبية. وزير الطاقة أعلن أن الحكومة لن تقدم تعويضات للمواطنين عن غلاء الكهرباء كتلك التي أعلنتها في يناير الماضي. راديو السويد يرفض طلب حزب المسيحيين الديمقراطيين عقد اجتماع بعد خطأ ترجمة تصريحات رئيسة الحزب إيبا بوش إلى العربية والصومالية، في حين هدد الحزب بمقاطعة الراديو في المقابلات الانتخابية. وكان قسما راديو السويد الناطقين بالعربية والصومالية ارتكبا خطأ في نقل تصريحات بوش التي قالت فيها لماذا لا يكون لدينا على الأقل 100 إسلامي مصاب، مشيرة إلى الإصابات التي وقعت في صفوف الشرطة خلال أعمال العنف في عطلة الفصح. راديو السويد بالعربي والصومالي نقل الأسبوع الماضي تصريح بوش خطأ بتغيير كلمة إسلامي
إلى مسلم، الأمر الذي تسبب بموجة من الانتقادات للراديو الممول من الضرائب. Varför har vi inte minst 100 skadade islamister? للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. اس ام وبلر في من ابو كاس هوايه طيبه.